السلام عليكم، نورتي في قناتي. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم، اليوم فيديو جديد وكنشكركم بزاف على دعمكم ليا. النجاح بلا بكم ما كيتحققش، بكم وبالله سبحانه. شكرا لكم والحمد لله ولله الحمد. وكنقول للبنات اللي كيباركوا ليا كنقول لهم بارك الله فيكم، شكرا لكم بزاف بزاف، الله يجزيكم بخير والله يوفق الجميع ان شاء الله. اللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه. وكنتمنى ان هاد القناه ان شاء الله تنال اعجابكم، تكون عند حسن الظن ديالكم. بلا بكم راه ما كايناش قناتكم. كنتمنى ان دائما تستفدوا منها وتستمتعوا ان شاء الله معايا. ومرحبا بكم بهذه المناسبه، ان شاء الله كنهدي لكم هاد البسطيله اللي هي بسطيله مالحه وحلوه، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتنال اعجابكم وتجربوها، سهله بزاف ورائعه بالنسبه اللي كانوا الضيوف عندكم ولا شي مناسبه هكايا كديروها، زوينه بزاف وسهله. في التحضير كنوجدوها دغيا، ما كتاخدش معنا وقت كتير، وكنتمنى تعجبكم، جربوها سهله بزاف وما فيهاش مكونات كثيره. غنبدا على بركه الله، غنوجد الشعيريات الفار هي الاولى، رشيت عليها شويه ديال الزيت الروميه ونخلطها مزيان. غنديرها تفور، دابا درتها في الكسكاس، غنفورها 5 مرات مع شويه الماء وشويه الملح. هنايا درت الدجاج، قطعته طريفات صغيورين، ومع البصله مشلضه مع شويه الزيت الروميه شويه الملح شويه البزار شويه الخرقوم شويه سكنجبير شويه الكمون والثومه وطريف ديال الحامض، غادي نخليه يطيب مزيان. وهنايا درت البصله، غادي نعسلها، قطعتها على هذا الشكل، درتها مع شوية الزيت الرومية شوية الملح شوية البزار شوية القزبور. وبعد ما طابت البصلة نضيف عليها شوية سنيدة، معلقة هكايا صغيرة، وضفت الزبيب، نخليها حتى كتعسل مزيان ونحطها على جنب. غنوجد العسل، درت الماء، درت فيه السكر الزعتر طريف الحامض، غنديروا البريوات ان شاء الله. هنا غادي نوجد اللوز، غنحمره شي شويه هكا في المقيله وغادي نهرمشو. هو باش غادي نوجد الحشوه الحلوه، لان البسطيله فيها الحلو والمالح. بعد ما حمرت اللوز طحنته بهذه الطريقه. وهنا وجدت ورقه البسطيله، حطيت هكايا 4 الورقات في التبصيل فاش غادي نعمر البسطيله. هنا وجدت الحشوه المالحه، غادي نخلط الدجاج مع الشعيريه. وهنايا خليت شويه الشعيريه، غادي نخلطهم مع البصله والزبيب واللوز الحشوه الحلوه. غنوجد الورقه باش غادي نفصل ما بين الحشوه المالحه والحشوه الحلوه. ها هي هذه، كنقطعها على العبار ديال الطاوة، وغادي ندخلها للفرن باش تقرم ليا شويه. ندخلها للفرن باش طيب، ما غاديش نخليها حتى تحمر بزاف باش ما تهرسش. دابا درت الطبقه الاولى بالحشوه المالحه،
بعد ما غادي نطيب الورقة غادي نفصل بها ما بين الحشوة المالحة والحشوة الحلوة. ها هي الورقة بعد ما طيبتها، غادي ندير الطبقة الثانية اللي وجدت بالشعرية والبصلة معسلة مع الزبيب وشوية السكر. هي هذه الحشوة الحلوة، وهنايا خليت شوية البصلة وشوية اللوز، غنوجد بهم البريوات باش غادي نزين البسطيلة ديالي. هنايا اللوز مهرمش باش غنزوق البسطيلة، وهنايا تنوجد السميطات باش غادي نزوق البسطيلة. على هذا الشكل ساهلين. وبعد ما كنجمع البسطيلة كنحطهم عليها بهذه الطريقة على هذا الشكل، ومن بعد كنقلب البسطيلة وكنسقهم هكايا مزيان. وبعد ما كنقاد البسطيلة ديالي مزيان كنحطها هكايا في لاطا فاش غادي ندخلها للفرن، كندهنها بالزبدة مزيان عاد ندخلها الفرن. وبعد ما دخلت البسطيلة الفرن غادي نوجد البريوات بالحشوة ديال البصلة معسلة شوية اللوز كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقة. وتنسقهم بالبيض، كاين اللي كيدير الدقيق والماء باش كنسقوا الورقه، وكيجيو على هذا الشكل صغيورين زوينين ما شاء الله. وبعد ما كنكملهم نقليهم شويه زيت روميه، وها هي البسطيله ديالي بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل رائعه ما شاء الله. البريوات بعد ما قليتهم غنديرهم في العسل اللي وجدت شويه الزعتر والحامض، كيجي العسل رائع ديال الدار كما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله الحلوه والملحه. كنزوقها باللوز وبسكر كلاصي وبالبريوات اللي وجدت معكم. كنتمنى البنات ان هاد البسطيله تنال اعجابكم وتجربوها، سهله بزاف كتجي رائعه بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق كتجي لذيذه. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، واللي عجبكم ما تنسونيش بلايك، وشكرا لكم على مشاركتكم في القناة وعلى مشاهدتكم القناة، وشكرا لكم على دعمكم ليا. والله يفرحكم كما فرحتوني، والله يجزيكم بخير، والله يوفق الجميع ان شاء الله وينجح الجميع. والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.